أن أرحب بكم جميعاً في أشعار هذه الندوة الوطنية الأولى، والذي حضرات السيدة والسادة، إن مبادرة تنظيم هذه الندوة تندرج في إطار انخراط مجموعة سيغما فارم في تقوية أواصر التعاون وكذا تعزيز التنسيق والحوار بين جميع الهيئات المهنية الصيدلانية والسلطات الوصية حول مختلف القضايا المهنية التي تهم قطاع الصحة بصفة عامة والصيدلة بصفة خاصة. سلامي نور الدين، رئيس المدير العام لمجموعة سيغما فارم. اليوم مجموعة سيغما فارم تنظم الندوة الوطنية الأولى حول موضوع دور الصيادلة في إنجاح المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. كما تعلمون السياق الخاص لهذه الندوة اللي كيعرف التعبئة وانخراط جميع الفاعلين في هذا المجال لإنجاح تنزيل ديال هذا المشروع الملكي المجتمعي كذلك الغير مسبوق. اليوم الندوة كتعرف المشاركة ديال معظم ممثلي المهنة من مصنعين موزعين وصيادلة الصيدليات للتبادل الخبرات والأفكار وكذلك الإخراج وكذلك لتقديم التوصيات إن شاء الله في اختتام هذه الندوة اللي غتمشي للسلطات الوصية المعنية للتنزيل السليم إن شاء الله لهذا المشروع الملكي الغير المسبوق. Souhaite remercier le groupe d'intérêt économique de Sigma Farm, alors fait ses salariés et son et tout le monde du bureau de m'avoir invité, d'avoir invité la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique pour intervenir aux côtés de l'ensemble des représentants de l'écosystème pharmaceutique. محمد البوحمادي، رئيس الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الدوائي. أنا جيت سعيد بعد الدعوة اللي قدمته لي المجموعة ديال سيغما فارم باش نتحاور في الموضوع ديال التغطية الاجتماعية الشمولية بالنسبة للوطن المغربي، للشعب المغربي. هذا مشروع ملكي مهم جدا وعنده عدة يعني تحديات، منها التوازن الاقتصادي ديالو، كيفاش نحافظوا على الاقتصاد ديال الصيدليات والموزعين والصناعة، وكيفاش هذا المشروع ان شاء الله يكون يعني مستمر متداوم على طول الزمن ان شاء الله. هذا هو الموضوع اللي غنتكلم فيه ان شاء الله اليوم، اللي تكلمنا فيه اليوم ان شاء الله بالنسبه لهذا التغطيه الحمايه الاجتماعيه الشامله. وكيف كتعرف هو مشروع جدا مهم، لان اليوم 22 مليون ديال يعني السكان المغاربه غيدخلوا في هذا المشروع. هذا لازم نوفروا لهم مسائل العلاج، مستشفيات، صيدليات والادويه. اذا كل شيء خصو عبء يكون مستعد، وحنا مستعدين باش ان شاء الله نوفروا كل ما يلزم باش لنجاح هذه التغطيه الشامله ان شاء الله باذن الله. شكرا.